تساعدنا في هذا اللقاء. انا استكمل حوارنا الاسبوعي مع الدكتور مدني علي المدني، مدير عام الاداره العامه للاتفاقيات والعقود الخارجيه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. عايزين نعرف من حضرتك، ناخد فكره عامه كده على مشروع مصر الايطالي، وهيبدا امتى ان شاء الله، او امتى بدا؟ مصر ممثله في وزاره التعاون الدولي، عملت تفاوض أصفر عن اتفاق مع مجموعة من الدول تسمى دول نادي باريس، اللي بتضم إيطاليا وألمانيا وسويسرا وفرنسا. أصفرت هذه المفاوضات على ما يعرف بمشروع مبادلة الديون. مشروع مبادلة الديون مصر بموجبه ايطاليا بتقدم بعض المشروعات لمصر. قد يتخيل الوهله الاولى اي احد مبادله الديون وايطاليا هي اللي بتقدم المشروع، يبقى مصر كانت دائنه لايطاليا، وايطاليا بدل ما تسدد هذه المبالغ المدينه بها نقدا فهي بتدينا بدلها مشاريع. ده تصور خاطئ، هي مصر هي المدينه لايطاليا. ولكن بعد المفاوضات من خلال وزارة التعاون الدولي وافقت هذه الدول على إسقاط هذه الديون على عن مصر، ولكن بشروط. يعني هي هذه الدول بتعطي منح أو مساعدات للعديد والعديد من الدول النامية، إلى أن بدأنا تقديم مقترحنا اللي متمثل في تطوير مشروع لتطوير الاستزراع البحري في مصر، ونال هذا المشروع موافقة الجانبين، وزارة التعاون الدولي وبالتالي موافقة الجانب الإيطالي. بدأ البروبوزل أو المقترح في عام 2006، ثم بعد ذلك كلفت إيطاليا أحد خبرائها لعمل دراسة جدوى تفصيلية عن المشروع ده وتكلفته ومكوناته وجدول زمني لتنفيذه. والحمد لله بعد العديد من المفاوضات ودراسات الجدوى والتصويب والدراسات السابقة لدراسات الجدوى، المهم في النهاية بدأ المشروع مرحلة التنفيذ. المشروع عبارة عن أو الهدف الرئيسي له هو تطوير الاستزراع البحري في مصر، وخصوصا في البحر المتوسط، لأن مصر وإيطاليا الاثنين من الدول المحتلة على البحر المتوسط. فكانت النتيجة هذا المشروع بدأ تنفيذه هذا العام. المشروع له عدة مكونات، هو عبارة عن إنشاء بعض الأقفاص السمكية في البحر المتوسط، وملحق بهذه الأقفاص السمكية مفرخ ليخدم هذه الأقفاص علشان ما يعتمدش على الزريعة من المصادر الطبيعية. الأقفاص دي بينتج لها زريعة من مفرخ، ولكن لحين إنشاء المفرخ الأقفاص مش هتفضل مستنية لحد ما ننشئ المفرخ. أضيف إلى المشروع مقوم آخر، وهو تطوير المفرخ القائم حالياً والمفرخ الكيلو 21، علشان نستغله في تشغيل هذه الأقفاص وإنتاج الزريعة لها لحين الانتهاء من المفرخ الجديد. وسيلحق أيضاً بهذا المشروع مركز تدريب واسع للعاملين أو لرجال الأعمال أو للمستثمرين أو لكل من يهمه العمل في مجال الاستزراع البحري، علشان يتدرب على هذه التقنية وبعدها يبدأ هو بشكل مستقل مشروع، شأن ما فعلناه في البداية مع الاستزراع العزب. بدأنا بمشروع والناس جت اتفرجت وشافت وبدأت تشتغل مشاريعها. ده نفس الفلسفة اللي عايزين نعملها مع الاستزراع البحري، ان احنا قطاع حكومي، الحكومة ليست مزارع سمكي، يعني احنا مش
من دورنا ان احنا ننتج اسماك او لا مزارع سمكي ولا دورنا ان احنا صياد سمك. احنا بندير هذه الثروات بننقل التكنولوجيا وما توصل اليه العالم للمستثمرين وللعاملين في القطاع ده في مصر. بنعمل نماذج علشان او مشروعات ارشاديه بشكل قبل ان تكون مشروعات استثماريه فيها مشروعات ارشاديه علشان يقتبسها القطاع الخاص ويبدا تنفيذ مشروعاته. ده المجمل للمشروع. تمام. طب يا ترى ايه المكان اللي اختارته مصر او وزاره الخارجيه اللي قاموا بدراسه الجدول للمشروع ده؟ ايه المكان اللي اختاروه عشان ينفذوا عليه المشروع الاتومي؟ والله هو اختيار المشروع خضع لعدة اعتبارات. انت تعرف في حضرتك ان المنافسة شديدة على الساحل من عدة وزارات، من سياحة وبترول وصناعة وقوات مسلحة والهيئة العامة للصرف، فكان في صعوبة شديدة ان احنا نجد المكان اللي ما فيش هذه المنافسة ونقدر نشتغل بشكل أكثر حرية. ده لإيماننا بإن كل هذه الهيئات يعني احنا لا ندعي أو بمعنى أصح لا نقول أن هذه الجهات المفروض أن احنا نشتغل وغيرنا من الجهات لا يعمل، ولكن احنا على قناعة أن الدولة أو البلد التي لا تنتج غذائها بنفسها، يعني ده أمن استراتيجي وأمن قومي، وأمن الأمن الغذائي ده أحد مكونات الأمن القومي، وإن أي دولة لابد أن تكون الأولوية الأولى لها هي إنتاج غذائها. الدولة التي لا تنتج غذائها ليس لها مكان في العافية في العالم في عدة سنوات. فبالتالي حاولنا عدة محاولات إن احنا نحصل على أماكن في عدة أماكن مختلفة، ولكن كان هناك بعض العراقيل، وفي النهاية انتهى اختيار المشروع بعد دراسة من الخبير لعدة أماكن. اختار أحد الأماكن على أساس صلاحيته لإنشاء هذا المشروع، والمكان ده في محافظة شمال سيناء في بحيرة البطالمية، لأنها أولاً منطقة بكر بعيدة عن كل مصادر التلوث، وهناك حيكون في فرصة أكبر لإدارة هذا المشروع إدارة جيدة. تمام. ممكن حضرتك تعرفنا أكثر عن محتويات المشروع الإيطالي؟ زي ما قلت ببساطة شديدة، هو المشروع الإيطالي عدة مكونات. المكونات دي هي أقفاص سمكية ومفرخ ومركز تدريب. ده شق. أما الشق الآخر وهو الأهم في هذا المشروع، أن الذي سيقوم بتنفيذ هذا المشروع شركات بمناقصات دولية عالمية ومناقصات محلية، هيشترك فيها شركات من شركات ذات خبرة عالية من الشركات الأجنبية مع شركات، يعني أحد الشروط أن تعمل مع شركات مصرية لإنشاء هذا المشروع. وبالتالي مش إحنا بنبص على إن إحنا حننتج أسماك أو ننقل خبرات التقنية للصراع السمكي نفسها بس، إنما حنساعد على نقل تقنيات تصنيع هذه الأقفاص، تقنيات تثبيت هذه الأقفاص، تقنيات البناء أو إنشاء المفرخات للشركات المصرية، إنشاء مفرخات للشركات المصرية تقدر في مراحل بعد كده هي تنفذ المشروعات دي بنفسها دون الحاجة إلى اللجوء إلى شركات أجنبية. من خلال العمل معهم هتقدر الشركات دي تأخذ الخبرة من مرحلة الإنشاء للمشروع. الشركات المصرية حتى احنا واثقين انها هتكتسب خبرة طيبة من الشركات الأجنبية اللي هتشاركها في خلال خطوات هذا المشروع، علشان بعد كده نقدر نعمل مشروع مماثل بشركات مصرية كاملة دون الحاجة لشركات أجنبية. طب ايه هو النفع او الاستفادة اللي ممكن تعود على مصر ان شاء الله عند الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع او المزارعين السمكيين؟ والله هو الاستفادة من المشروع ده استفادة متعددة الزوايا، ما نأمله طبعا. يعني احنا الاستفادة الأولى هي ان احنا نبدأ خطوة جادة في الاستزراع السمك البحري، لأنه هو السبيل الوحيد
لتطوير الصراع. الصراع البحري في المياه، الصراع المائي في المياه العذبة وصل إلى آخر مدى، لدرجة إن النهاردة أسعار الأسماك في يد المستهلك هي أسعار التكلفة في المزارع السمكية. لذلك لابد من حل بديل وهو الاستزراع البحري. يعني فالنفع الأول لهذا المشروع هو خطوة جادة في بداية استزراع بحري، وخاصة في الأقفاص السمكية لاستخدام أو لاستغلال المسطحات المائية بشكل أكثر، وخصوصا لوجود ندرة في استخدام الأراضي. في الأراضي إنتاج السمكي من أسماك المالحة. يعني دي حقيقة. النفع الآخر وهو المشروع ده حيتيح للعاملين في القطاع ده العمل جنبا إلى جنب مع ناس لهم خبرات واسعة وسبقونا بسنوات في هذا المجال وهو الجانب الإيطالي. عملنا معهم حاليا، موجود خبير نحن بنعمل معاه في بداية المشروع، بينقل لنا وبينقل للعاملين في المجال خبرات الدول المتقدمة عنا في هذا المجال. ده النفع الآخر، وبيخلق نوع من الروابط والتواصل ما بين القطاع السمكي في مصر والقطاع السمكي في الدول المتقدمة في إيطاليا تحديدا. حيبدأ بعد كده حيعقب ده تقارب ما بين الشركات المصرية الإيطالية في عمليات تصدير، عمليات استيراد، عمليات تصنيع مشتركة لهذا النوع من التقنيات. ده العائد الثاني. العائد الثالث وهو نقل الخبرة من خلال مركز التدريب اللي حيلحق المشروع، وده حيكون دوره عمل دورات إرشادية وتدريبية لكل المهتمين وكل المستثمرين في قطاع الاستزراع البحري. المشروع حيستمر في بداية تشغيله بإدارة مشتركة مصرية إيطالية، مش مصرية صرفة ولا إيطالية صرفة. أنا رئيس المشروع أو المدير العام للمشروع الأستاذ الدكتور محمد فتحي عثمان، يليه الخبير الإيطالي ألبرتو أوبيليني اللي هو الخبير المنفذ لخطوات المشروع، وبعد كده بيتم التعاقد من خلال الإعلانات الدولية مع مجموعة من الخبراء المصريين والخبراء الطليان ومجموعة من العاملين المصريين والعاملين الطليان علشان يعملوا جنبا إلى جنب في المشروع ده، علشان نقل الخبرة العملية، ما هيش محاضرات. يعني أفضل سبل لنقل الخبرة هو العمل يدا بيد، العمل مع بعض ينقل خبرات من الدول دي للقطاع المصري. في الثلاث سنوات الأولى حيكون في السنة الأولى إدارة مصرية إيطالية في العامين الأول والثاني، وبعد كده بعد ما يكتسب الجانب المصري الخبرة الكافية تنتقل إدارة المشروع لإدارة مصرية صرفة اللي هي تولوا بعد كده نقل هذه الخبرة إلى جمهور العاملين في قطاع الاستزراع السمكي. ده النفع اللي هيعود على النفع. كل كيلو سمك يدخل على المائدة المصرية هو فائدة قد تبدو بسيطة، ولكن ما زلنا مصر على أن الدولة التي لا تنتج غذائها لا تستحق الحياة. شكرا. في نهاية الأمر حضرتك بشكر حضرتك جدا، أتمنى لك كل التوفيق. شكرا.